أريا جديدة في جسم الإنسان هي الأبر ليمب، وهنبتدي بالبونز أوف أبر ليمب. هنقسم البونز أوف أبر ليمب على حسب الأرياز. إحنا نقسم الأبر ليمب كماس على بعضها إلى بيكتورال وشولدر وسكابيلر ريجون، ثم المنطقة دي اسمها منطقة الآرم، وهذه المنطقة اسمها فور آرم. المنطقة الرابعة والأخيرة اسمها منطقة الهاند. المنطقة الأولى منطقة السكابيولا والبيكتورال ريجون والشولدر، فهنجد إن في عظمتين اتنين بتكونهم، هقول هاتان العظمتان هما الكلافيكل من الأمام والسكابيولا من الخلف، والاتنين مع بعض كل من السكابيولا والكلافيكل بيعملوا كما لو كانوا حزام بيربطوا الأبر لمب في الترانك، زي بالظبط ما السروال بيتربط في الترنك بتاع الجسم بحزام. فالأبر لمب زي السروال هيتربط بحزام، هذا الحزام كان جزء منه عظمي اسمه بوني جيردل او شولدر جيردل، وهو مكون من الكلافيكل والاسكابيلا، وحزام اخر ماسكولر هي الماسلز اللي محيطه بالاسكابيلا والكلافيكل في هذه المنطقه. المهم العظمتين بتوعنا الكلافيكل والاسكابيلا يطلق عليهم اسم عظمتها الشولدر جيردل. منطقة الارم، منطقة العضد في الابر ليمب، العظمة بتاعتها اسمها هيومرس. اما منطقة الفور ارم مكونة من عظمتين اتنين، واحدة لاترال اسمها ريديوس، واحدة ميديال اسمها النا. ثم عظام الهند والمقسمة الى ثلاث مستويات. المستوى الاول هو اسمه الكاربس، عبارة عن 8 عظمات موجودة على صفين اتنين. ثم المستوى الثاني اسمه ميتاكاربس، وهي عبارة عن 5 عظمات من اللونج شورت بونز، يبتدوا من لاترال لميديال. المستوى الثالث من عظام الهاند اسمها الفالنجيس، وعددهم 14، وهنتناولهم بعد ذلك. نبتدي بالعظمه الاولى، هي عظمه الاسكابولا. هناخد الاسكابولا او عظمه لوح الكتف، هناخد الرايت اسكابولا كمثال. فالرايت اسكابولا الفيتشرز بتاعتها، قبل ما اتكلم على الفيتشرز لازم اذكر ان دي فلات بون، مثلثه الشكل يعني تراينجولار ان شيب، وكل شيء فيها 3، كل فيتشر 3. ايه الفيتشرز اوف ذا سكابلا؟ تشمل البوردرز والانجلز والسيرفيسز والبروسيسز والنوتشز وهكذا. فهنقول ان البوردرز اوف ذا سكابلا 3 بوردرز، ابر بوردر او السوبيريور بوردر، وله مواصفات معينه هنقولها دلوقتي. ثم البوردر الثاني اسمه لاترال بوردر، والبوردر الثالث اسمه ميديال بوردر. البوردر الاول اللي هو الابر او السوبيريور بوردر، هذا البوردر من مواصفاته انه كان سن شارب لايز هوريزونتال، يعني قاعد تقريبا هوريزونتال. بيمتد منين؟ يمتد من عند الروت بتاع بروسيس مشهور اسمه كوراكويد بروسيس، ويمشي في الاتجاه الميديال حتى يتقابل مع الابر انجل. اذا كل ده يسموه الابر او السوبيريور بوردر. في بدايه السوبيريور بوردر عند اتصاله مع الروت اوف ذا كوراكود بروسيس كان في منطقه منتوشه. مين اللي نتشها؟ شريان مشهور في هذه المنطقه، ومعاه نيرف، الاثنين يحملوا اسم سوبرا اسكابيلر، فنتشوا لهم نوتش يسموه سوبرا سكابيلر نوتش. طيب هذا السوبرا سكابيلر نوتش اللي كان عظم في الليفنج انديفيديوال كان مسدود بليجامنت اسمها سوبرا سكابيلر ليجامنت، بتحوله الى فورامين. البوردر الثاني اللي اسمه لاترال بوردر، هذا البوردر من مواصفاته انه كان سيك اند اوبليك، ويعمل كاكسس للروتيشن اوف ذا ارم اراوند ذا شولدر. في هذا البوردر كان بينتهي من اعلى باوفل شيب ديبريشن، هيسموه الجلينويد كافيتي. البوردر الثالث اللي اسمه ميديال بوردر، ده من مواصفاته انه سن شارب اند لايز فيرتيكال، قاعد فيرتيكال، يمتد من السوبيريور انجل وحتى الانفيريور انجل. هذا البوردر مقسوم لقسمين اتنين، ربع من اعلى وثلاث ارباع من اسفل. عند اتصال الربع العلوي بالثلاث ارباع السفلي هنجد احد البروزات الشهيره في الاسكابيلا اللي اسمه السباين، بيتصل بهذه المنطقه من الميديال بوردر. الفيتشرز الاخرى الموجوده في الاسكابيلا كان بنتكلم عليها اللي هي كانت الانجلز للاسكابيلا 3 انجلز، ابر او سوبيريور انجل،
تقع عند اتصال الابر بوردر بالميديال بوردر. الانجل الثانيه اللي هي اسمها اللاترال انجل، اللاترال انجل اوف ذا سكابولا هي نفسها الجلينويد كافيتي اللي هو كان الاوفال شيبد ديبريشن اللي موجود عند اعلى اللاترال بوردر. هذه اللاترال انجل اللي اسمها الجلينويد كافيتي كانت بتعمل ارتكيوليشن مع الهيد اوف ذا هيومرس علشان تكون الشولدر جوينت. الزاويه الثالثه باسمها اللاترال او اللور انجل او الانفيرور انجل، هذه الانجل تقع عند اتصال اللاترال بوردر مع الميديال بوردر، وهذه الزاويه هي علامه مهمه لان لو خدت خط هوريزونت ايميجينري لاين قاعد هوريزونتال هذا الخط بيكون موازي للسباين اوف ذا سيفنث ثوراسيك فيرتبرا. طيب ده بالنسبه للثلاثه انجلز. اما بالنسبه للثلاثه سيرفيسز اللي موجود على الاسكابيلا، اتنين منهم على ظهر الاسكابيلا واحد منهم على بطن الاسكابيلا. ظهر الاسكابيلا يعني الدورسال اسبيكت، يعني البوستيريور اسبيكت اوف ذا سكابيلا. في البوستيريور اسبيكت اوف ذا سكابيلا كان في لاندمارك مهمه جدا اسمها سباين اوف ذا سكابيلا. فوق منها هنجد احد السيرفيسز كان في صوره حفره اسمها سوبرا سباينس فوسا، وكان في سيرفيس تاني اسمه انفرا سباينس سيرفيس او فوسا. هاتاني التو فوسي كانوا على اتصال ببعضهم، كانوا بيتصلوا ببعضهم عن طريق نوتش. هذا النوتش يقع في المسافه الفاصله بين الجلينويد كافيتي والسباين اللي بيسموه سباينو جلينويد نوتش. وظيفه هذا النوتش ان يسمح بمرور الاستراكشرز اللي جايه اللي ماشيه على السوبرا سباينس سيرفيس ويخليها تمشي وتوصل الى الانفرا سباينس سيرفيس. السيرفيس الثالث اسمه سب سكابولار سيرفيس او الفنترال سيرفيس، ده ما يبانش غير من الامام، يعني لما نقلب السكابولا على الناحيه الثانيه ونشوفها. نكمل بقيه الفيتشرز اوف ذا سكابولا. كان في عندي ثلاثه بروسيسز. البروسيس الاول كان تريانجولار ان شيب، شكل المثلث، اسمه اكروميون او اكروميال بروسيس الناتو الاخرومي. هذا كان تريانجولار ان شيب ويعتبر لاترال اكستنشن للبروز الاولاني اللي اسمه سباين اوف ذا سكابولا. البروز رقم اثنين اللي اسمه الكوراكويد بروسيس او النتوء الغرابي اللي يشبه منقار الغراب. هذا البروسيس كان له تب قمه او ايبكس، وكان له اربعه سيرفيسز سوبيريور وانفيريور من اسفل وميديال ولاترال من الناحيه الثانيه. طيب ده الكوراكويد بروسيس بصفه عامه. حيثما يوجد الكوراكويد بروسيس والاكروميون فالكوراكويد بروسيس في الامام والاكروميوم في الخلف، والاثنين مع بعض مع الجلينويد كافيتي يشيروا الى الدايركشن اللاترال لعظمه الاسكابولا. وهذا مفيد جدا في تحديد الصيد. تحديد الصيد ان مجموعه البروسيسز ديت كبشه البروسيسز دي كروكويد والاكروميوم والجلينويد كافيتي يشيروا الى الاتجاه الميديال. البروز الثالث اللي اسمه سباين او سباينس بروسيس. السباين او السباينس بروسيس ده عباره عن بروز خطي مرتفع لينير بوني اليفيشن بيسموه سباينس بروسيس او سباين، ويوجد على ظهر الاسكابيلا. ومن اهم مميزاته انه لا يظهر الا من خلف الاسكابيلا. فاذا جات لنا اسكابيلا والسيرفيس اللي عليها ما فيش باين عليه سباين يبقى ده انتيريور سيرفيس او فنترال اسبيكت. السباين موجود على الدورسال سيرفيس. بنفكركم ان السباين ده اكستنز لاترالي از اكروميون، لو ابر ليب ولور ليب، وعلى اللور ليب بتاعته في تيوبركل صغير. الفيتشر اللي بعد كده في الاسكابولا هي التيوبركلز. يوجد على الاسكابولا ثلاثه تيوبركلز، اثنين ريليتد للجلينويد كافيتي، واحد اسمه سوبرا جلينويد تيوبركل والتاني اسمه انفرا جلينويد تيوبركل. اما التيوبركل الثالث فكان موجود على اللور ليب اوف ذا سباين واسمه تيوبركل اوف ذا سباين. بقيه الفيتشرز اوف ذا سكابولا هتشمل النوتشز. نوتشز يعني ديسكونتينيوتي اوف بون ات ا بوردر، يعني على بوردر من البوردرز بتاعت اي عظمه لو حصل فيه قطع هذا القطع يسموه نوتش. فانا على هذا الاساس انا عندي ثلاثه نوتشز موجودين على السكابولا. النوتش الاول واسمه سوبرا سكابولار نوتش. السوبرا سكابولار نوتش من اسمه يعني يوجد على السكابولا، يعني يقع على الابر بوردر وبالتحديد عند اتصاله مع الروت اوف ذا كوراكويد بروسيس. هذا النوتش بيبقى مسدود بليجمنت بتحوله لفورامين. هذه الليجمنت اسمها سوبرا سكابولار ليجمنت، تحوله الى ليجمنت يمر منها السوبرا سكابولار
نيرف. النوتش الثاني اللي اسمه سباينو جلينويد نوتش، هذا النوتش يقع تحت السباين بينه وبين الجلينويد كافيتي، علشان كده اسمه سباينو جلينويد، ويقع ديب للاكروميون وبالتالي السباين، يعني هو ديب للاكروميون بس بين السباين وبين الجلينويد كافيتي. ده بيوصل السوبرا سباينس فوسا بالانفرا سباينس فوسا ويسمح بمرور الفيزلز والنيرفس بينهما. النوتش الثالث اللي اسمه سوبرا اسكابولار نوتش اللي هو ده، هذا النوتش يقع على اللاترال بوردر عند تقريبا اتصال الابر وان ثيرد باللور تو ثيردز. هذا النوتش مين اللي صنعه؟ صنعه شريان اسمه سيركمفليكس سكابولار ارتري، هذا كان برانش من السب سكابولار اللي هو كان برانش من الثيرد بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري. ده منظر طبيعي للسكابيلا بالفيتشرز بتاعتها، الثلاثة بروسيسز، الثلاثة بوردرز، الأول أدي السوبيريور أو الأبر بوردر، أدي الميديال بوردر، وده اللاترال بوردر. الثلاثة أنجلز، أدي السوبيريور أنجل، وأدي الإنفيريور أنجل، وأدي الجلينويد كافيتي اللي هو اللاترال أنجل. الثلاثة بروسيسز، الأكروميال بروسيس أو الأكروميون، الكوراكويد بروسيس، والسباينس بروسيس أو السباينس. اللي تلاتة نوتشز، ادي السوبرا سكابولار نوتش، ادي السباينو جلينويد نوتش، وادي السيركمفليكس سكابولار نوتش. التلاتة فوسي، ادي عند السوبرا سباينس فوسا والانفرا سباينس فوسا. بفكركم الاتنين دول كانوا موجودين على ظهر السكابولا. ظهر السكابولا يعني ايه؟ يعني المنطقه اللي بيظهر فيها بوضوح السباين. اما السيرفس التالت فكان اللي اسمه سب سكابولار فوسا ما يبانش لانه قاعد في الامام. طيب إذا جينا نشوف بقى الفنترال أسبكت أو الأنتيريور فيو، الأنتيريور فيو أوف ذا سكابولا هو الفيو اللي ما بيظهرش فيها السباين، إنما مين اللي بيظهر فيها؟ بيظهر فيها السب سكابولار فوسا. السب سكابولار فوسا اللي كانت ظهرت عندنا فيها علامة مهمة جدا أو علامات مهمة جدا بتظهر عليها، هي الماركس أوف ريبس اللي بتظهر في صورة أوبليك جروفز بتشكل أرضية السب سكابولار فوسا.